حروب الاحتلال على غزة بينما العالم تعرض 13 صحفيا لانتهاكات من بينهم اثنان تسهم في تكميم الأوفار وفي انتهاك حرية الرأي والتعبير متخصصة من خلال الحد من الإجراءات البيروقراطية في المنتدى. السلام عليكم. الرأي والتعبير والعمل الصحفي وغيرها من الحريات الصحفية والعامة. إننا في منتدى الإعلاميين نؤكد على ما يلي: أولاً، نطالب بضرورة الوقف الفوري لهذه الإجراءات من خلال تدخل فاعل وملزم لكافة المؤسسات الدولية الحقوقية منها والإعلامية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة المراسلون بلا حدود واتحاد الصحفيين العرب للقيام بواجبهم وتوفير الحماية للصحفيين في الأراضي الفلسطينية ووقف التغول والملاحقة التي يتعرضون لها والقيام بإجراءات عملية لوقف جرائم الاحتلال وضمان الحريات. ثانياً، نطالب بضرورة التدخل العاجل والسريع لإطلاق سراح الأسرى من الصحفيين جميعاً وإعادة فتح الإذاعات والمؤسسات الإعلامية المغلقة. ثالثاً، ندعو الحكومة الفلسطينية بالعمل وفقاً للالتزامات في احترام مبدأ حرية الصحافة بكل ما تعنيه هذه الكلمة دون انتقاص. أؤكد على أهمية وقيمة العمل الصحفي واحترام الحريات الصحفية. مرة أخرى نجدد دعمنا وتضامننا الكامل مع الإعلاميين، نطالب باحترام الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير، ندعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للصحفيين خصوصا في أوقات الحروب والصراعات. ورسالة الأخيرة للزميلات والزملاء الإعلاميين، أناشدكم الحفاظ على المهنية، هي المناعة الأساسية لنا كإعلاميين. بهم الحصول على تصريح أو بطاقات تسهل تنقلهم في إطار الإسرائيلي بحق الصحفيين.